صح، بس انا النهارده عايزكم هنعملوا حاجه جديده، هنعملها مع بعض. طبعا الفلاشه هتقولها والصور صور سهله. عايزين نركز على طريقه الاسئله دكتوره فاتن حطيتها ازاي. فهطلعوا معايا ورقه فاضيه، ورقه هتكتبوا على مين؟ هتكتبوا النقط. النقط دي على اساسها علشان ما تجوش، يعني النقط الفكره ان انت تعرف مع كل صوره هي ممكن تسال ايه. مثلا ركزوا بقى معايا، هنبتدي الاول بالسلسل. ركزوا معايا، هنبتدي بالسلسل. طبعا انا عارف النهارده الناس جايه علشان بصوا، لو في اسئله غريبه في العمل حلوه، يعني النهارده الاساس اسطر. في اسئله غريبه في العمل هتتقال. اتفقنا؟ طبعا القسط الامتحان السبت الجاي، واللي انتوا عايزين تكونوا عارفينه ان قسط الامتحان سهل جدا، ما بيخرجش بره كتاب العمل. اقول تاني، القسط يا جماعه ركزوا معايا، القسط ما بيخرجش بره كتاب العمل بتاع اسم، يعني هي مش هتجيب معلومه بره كتاب العمل. بتركز على النقط البراكتيكال كبيور، نقط عملي خاصه. الغلاسه مش الوسط، الغلاسه بتحل السكيلز زي ما انتوا عارفين. لو انا لقيت سؤال جنس مع كل تجربه او كل صوره اوعدكم هقولها وهقولها اسم صاحبها. ايوه يا جماعه عشان اريحكم. بصوا بقى، طبعا الصوره الاولى هي صوره شايفين الدبوس اهي، طبعا دي صورة البين صح؟ عشان نجيب من الآخر وانطرش مع كل صورة أو نفس الكلام، كل صور السنسوري هتكتبوا معايا كده، all sensory photos كلها هتتسأل فيها ست أسئلة، يعني مش شرط ستة. أول سؤال اسم التست، اسم التست. طبعا الأسئلة كلها الصورة دي اسم التست بتاعها ايه؟ بين بريك تيست. اظن دي سهلة. طبعا دي نقطة عادية. وهيتسأل رقم اتنين ريسبتور. مين الريسبتور اللي بيحس بالبين؟ فري نيرف اندنجز. طبعا في نيرف اندنجز في اي احساس، سواء بين، سواء تاتش، في اي حتة. هتقول لي سبيسيفيك دلوقتي. رقم ثلاثة افرنت. مين النيرف اللي بينقل الاحساس؟ دايما هتفرق لو الاحاسيس دي فاين سنسيشن. فاين، مين الفاين سنسيشن؟ لمس، زي تاتش، فايبريشن، ستيريو نوز. طبعا كلكم عارفين الكلام ده. هيتشال على نيرف اسمه ايه؟ بيتا. كل الفاين يتشال على مين؟ ايه بيتا. طب الاحاسيس الاقل اهميه بين، اقل اهميه بالنسبه للطش هو بروتكتيف، بس اقل اهميه زي احساس الهش في ايتشنج تيكري بيتشال على مين؟ ايه دلتا. فين الكلام ده؟ وطبعا البين كان في منه نوعين، فاست اند، والفاست بيتشال على ايه دلتا، والسلو على سي. يبقى دي قاعده، اي صوره ليها علاقه بالسنسيشن هتسألك على الأفرنت وعلى الريسبتور وعلى الاسم. النقطة الرابعة سهلة أوي، تراكت. مين السكة اللي بتنقل الإحساس ده؟ البين بتنشال على مين؟ لا السباينو سلامك. طبعا الكلام سهل أوي. طب التاتش، هنا بقى لازم تتحكم. لو كرود التاتش، فاكرين كرود بيتشال على كام سكة؟ وده سؤال دكتورة بلحة. ده سؤال دكتورة بلحة، كلكم عارفينها، شخصية رائعة وأسئلتها على فكرة سهلة وبتدي الدرجة النهائية. مفيش أحلى من كده. بتسأل كروتاش بيتشال على كام سكة؟ هما اتنين. هتقول لها anterior spino سلامك، فاكرين؟ ويتشال على دورسال كولم، بيتشال على كام سكة؟ سكتين. ده السؤال اللي هي بتسأله. أما
الاساتذه حبايب الملايين. بيسأل أسئلة، كل ده كلام عادي وأسئلة عبيطة، يعني قصدي والله سهل، بس انتوا الجايين لازم تعرفوا برضه حقيقة المرة. ما يقولكيش فاين سنسيشنز، يقول لك ايبيكراتيك سنسيشن. سمعتوا عن الكلمة دي قبل كده؟ الايبيكراتيك هو مين؟ هو الفاين سنسيشن. لو واحد تاني مش عايز يقول فاين، يقول كلمة كرول. كرول سنسيشن، الاسم التاني من كرول ايه؟ برودو باستيك. سمعتوا عنها؟ جماعة ايبيكراتيك تساوي كلمة فاين، والكرول تساوي برودو باستيك. لغاية دلوقتي حاجة صعبة؟ كلام عادي. نيجي بقى اللي بعده كده، قلت تراك اخر نقطة هتتسأل في اي سنسيشن، ادابتيشن. يا ترى البين في ادابتيشن؟ لا، يا سلولي او نل. مين الاحاسيس اللي هي رابد ادابتيف؟ يا ما اعرفش، زي بس لعبه السيتش لما تيجي تلبس الساعه، الاول حاسس بيها وبعد كده ايه؟ خلاص. الكلام ده يا جماعه بيتسال، كل ده قصدي. النقطه السابعه بقى، لما يحبوا ان هم يقرفوا الدفعه. Abnormalities. يعني ايه abnormalities؟ انا جايب لك صورة بين، صح؟ احساسك بالشكة اهي، صورة سهلة ومفيش اهل يفهمها. هاجي اسألك، البين امتى بيبقى لوست؟ امتى بيبقى لوست تماما؟ هل يا ترى، بص بقى، ات ذا ليفل اوف ذا فيجن، اكتبوا الاسئلة دي، ات ذا ليفل ولا بينو ذا ليفل اون ذا سيم سايت ولا بينو ذا ليفل اون ذا اوبوزيت سايت؟ يا جماعه البين بيعمل كروسنج ولا لا؟ في السباينال كورد. طب لو هو بيعمل كروسنج بيطلع للناحيه التانيه، طب لو السيجمنت اللي فوقك في السباينال كورد بايظه تماما، يبقى البين اللي جاي من تحت وهيطلع اون ذا اوبوزيت سايت يعرف يكمل؟ ردوا عليا لا. يبقى ده سؤال، وين ذا بين از لوست؟ هتقولوا بين از لوست بيلو ذا ليفل اوف ذا ليش اون ذا اوبوزيت سايد. مين اللي بيحب يسال السؤال ده في العمل؟ ما النهارده احنا هنعمل ميكس بين اسبي وعمل، لو على اسبي هيخلص في نص ساعه واحنا قاعدين صور وسهل. بس لازم نعمل الميكس ده لاخر لقاء مدرسة. الاول والاخير، فلازم الناس تبقى خارجه ساتشوريتد، فرحانه بينا. يا مش فرحانه، بص اللي بيسال السؤال ده كتير في العمل هو دكتور نبيل الطبراني، عارفين؟ الراجل ده بيسال السؤال ده كل سنه. يا ابني بين انت بيبقى لوست؟ تروح انت قايل له اي حاجه يقول لك لا، انا عايزك تشرح لي ات ذا ليفل ولا بيو ذا ليفل اوف ذا ليشن. فلازم تكون انت عارف الحته دي كويس جدا. اكتبوا جنبه سؤال عمل في اي صوره كده. البين هو دي اسئلته في الوسط. في نقطه مهمه هقول لكم على حاجه وتقولوا معايا اسم المرض. مين المرض اللي الفاست بين بيفقد فيه أولاً؟ فاست بين يفقد فيه أولاً لوست. جماعة تيرس دور سيرس، فاكرين ولا لأ؟ التيرس اللي سببها السيرس، في سيرس كان بيعمل إيه في الدور ذا روت؟ شوفوا معايا إنفلاميشن. الدور ذا روت لو التهى يعمل إيه في أي نيرف داخل فيه؟ يضغط عليه، صح ولا لا؟ فدايما الفاست بين از لوست ان فيرس دور سيرس. دي معلومه كده بس بالمره. في اي صعوبه؟ يبقى انت دورك تاني في اي سنسيشن هنعمل دور واحد، بس تقولوا معايا اسم تيست، اثنين ريسبشن، ثلاثه افرد، اربعه تراك، صح؟ خمسه ادابتيشن، والستة أبدو مالس. دول يا جماعة النقط المهمة. بصوا بقى،
هنيجي لحاجه تانيه سهله جدا. رسمه صوره تانيه، دي صوره ايه؟ دي ام عاديه طبعا في الامتحان بتظلم وكده بقى. صوره ام عاديه، القطه دي تمثل انهي تست؟ فاين تاتش ولا كروت؟ كروت عادي، كروت تاتش عادي، موضوع عادي. بصوا بقى، كروت تاتش هيمشي بنفس الطريقه. اسم التست ايه؟ قطن وول تيست. اسم الريسبت فري نير انتس، كله عادي. روتراكت انتيريو سباينو سلام، كل ده عادي. ايه الحاجات والاسئله الزباله اللي هتتقال دلوقتي في الكلمه؟ اسئله في العمل، ده قصدي سهل قوي مفيش حاجه. سؤال عمل بتسال فيه دكتوره شادي، تعرفوها؟ الصراحة لازم نقول الأسامي، لو أنا قلت لك أصل أستاذ بيسأل هتقول لي مين؟ طب أنا من الأول بحترم نفسي وبقول مين يا واحد؟ دكتورة شادية واحدة دخلت لها من كذا سنة قالت لها أنا هحط لك نوعين من القطن على الترابيزة. يا جماعة الامتحان عملي وعايزك تختاري أنهي نوع هتستخدميه؟ يا ترى قطنة كبيرة ولا قطنة صغيرة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ تختاروا ايه؟ الإجابة قطنة صغيرة. يا جماعة كلام ده والله الأسئلة هتشدكم دلوقتي، بس هي دي اللي سألت فيها قطنة صغيرة. البنت اختارت القطنة الصغيرة ومش فاهمة ليه؟ فالدكتورة قالت لها القطنة الصغيرة ليه؟ قالت لها علشان أنا عايز أعمل ستيميوليشن. عارفين من ديستال تو بروكسيم؟ عارفين الكلام ده طبعا ولا لا؟ من بره لجوه، الكلام ده سمعته في السكاشن وزهقت منه. قالت لها كلام صح، بس انا عايزه الجمله العلميه. هي عايزه كده ان سمول بيس اوف كوتن ويل ستيميوليت ا سمول ريسبتيف فيلد. سمعت يعني سمول ريسبتيف؟ انا عايز اشغل اقل عدد ريسبتيف، اقل عدد، اقل مكان ممكن في ريسبتس. هي عايزه اجابات معينه، ما اكتفتش بالسؤال، ست مفترين، فسالتها سؤال تاني. قالت لها ممكن توصفي لي القطه اللي قصادك؟ البنت بقى ما استحملتش، هي حكيت لي اللي حصل، لان انا ما كنتش فاهم جوه، كنت فاهم جوه، كنت اعصابي صارت وفارت. هي قالت لها ايه المواصفات؟ عارفين عايزه ايه المواصفات؟ سمول اند فلافي. عارفين يعني كلمه فلافي؟ هش. القطنه هشه، هشه يعني فلافي، فلافي بيس اوف كوت. سمعتوا عن الجمله دي؟ مهمه جدا، وهي بتسال في السؤال. في غلطه بتعملوها في امتحان العمل، ايه الغلطه؟ ان انت القطنه دي المفروض تحطها شويه على الديستال جوينت، صح؟ لو انت حركت القطه بسرعه مع العين سنينه، في حركها بسرعه يعني ايه؟ بالبلدي بتنطط القطه على ايديك. ده صح ولا غلط؟ لو عملت كده كاني بمسح ايده بسرعه واقلب، ما بلحقش اسيب القطه شويه على ايدك. انتوا قلتوا غلط، طب سؤال غلط ليه؟ ليه ما سبتش القطه فتره على صباع سنينك؟ يا جماعه والله الاسئله دي بتتسال. انا مش بقول اسئله خوازيق، هي سالتها كده. الاجابه دي مو الاجابه بقى. If you move the small piece of cotton rapidly، لو انت مررت القطنه بسرعه. عارفين السنسيشن ده هيبقى اسمه ايه؟ مش طرش، صح؟ تيكلينج سنسيشن. سمعتوا عن تيكلينج؟ تيكلينج يعني صح زلزل، كأن واحد بيزلزل. طبعا الحاجات دي كلها اسئله علميه. قالت لها لا معرفش، احنا عندنا نظام في الاسم وانتم امتحانكم عارفين، في دكاتره طيبين قوي وفي اربعه تانيين. اربعه لا مش خمسه، هم أربعة أشرار قوي، حتى لو قلنا
قلتلي مش عارف هيستمر مش عارف هي استمرت تاني مش عارفه يا بنتي كاني واحده بتزلزل انت عارفه الزلزال بتتشال على اي فكت قالي استمرت معاك اي فكت انتيريور سباينو سلام هي دكتور شادي عايزه توصلها ايه عايزه توصلها ان تيجي بتتشال على سكه واحده لكن الكرود طش بتشال على جنب تاني رد عليا سكتي هي بتلف وتدور في هذا الحوض طب الحته دي في منتهى الاهميه خلي بالكوا النهارده الموضوع هيطول مننا زي ما قلت مش قصدي اساسه عمل نيجي بقى في السيتش وانا مش هطول عليكم هختار مقتطفات حلو طب وبقيه الاسئله الرخمه هكتبها لكم في ورقه وكان حد من زمايلكم يرفعها على الجروب ما تقلقوش بس انا عايز اديلكم حته من العسل لازم تستقعوا الجمال عشان تعيش معايا الفكره ماشيه ازاي بص هقول لكم حاجه سمعتوها في السكشن انت كنت بتحط القطه على البارد انت يا جماعه دوز كنت بتحس بلمسه القطه اسرع في الدوزه بتوصيهالي ليه؟ حلو صح فري نيرف اندكس تمام؟ اكتبوا بقى السؤال دكتوره رائعه سالت سؤال رائع قالت اشمعنى عند الدوزه بحسيته اسرع؟ قالي مفيش عقل الهيل فوركس ده اشتغل ازاي؟ مش انتم سمعتوا في السكشن ماجنيفيكيشن بيكبر الاحساس بيخلي الاحساس احسه اصعب لا مش هي دي الاجابه اللي هي عايزاها اكتبوا بقى الاجابه زهير فاركس اس افال كرم بصوا بقى يعني فال كرم حاولي تسبلك الاول اف يو ال سي ار يو ال عارفين فال كرم يعني ايه عارفين المفصلة بتاعت الباب؟ عارفين المراجيح؟ جماعة مش حاجة اسمها ليفرز، حاجة اسمها رفع من النوع الأول، التاني، التالت، جماعة حاجة المدورات، حاجة الحرب، كلمة فرقة يعني إف إس إي ليفر، زي الروافع، حاجة بتعمل ماجنيفيكيشن. السنة اللي فاتت في ناس سمعوا في سؤال فرقة يعني سوا كلمة ليفر، في ليفر ADVR في طالبة من الأوائل الطلبة يا جماعة اللقاء أوائل طلبة يتميزوا بالصياعة العلمية مش أي حد دخلت الدكتورة رنا والدكتورة رنا سألت لها السؤال قالت لها حضرتك في هير فوركس قالت لها يا بنتي بيعمل إيه؟ قالت لها هير فوركس دي بتشتغل بطريقة مميزة قالت لها أنا مستنية بيشتغل إزاي؟ لا أصلا امبارح بالصدفة بقرا الكلمة لقيت إنه قال كذا فرق هي لا عرفت بالصدفة ولا شافت الكلمة ولا جميل هي سمعتها لما الدكتور عندنا في الامتحان بيحس إن أنت قال يعني بتفكر هي في الآخر عرفت إيه بس البنت واديت لها الدرجة النهائية لازم تعرف بس إيه يعني؟ إيه عن نفسك بتفكر بلاش الطريقة الغبية هي فوق الناس اس افضل طب اهو انت كده بتقول لها ان انا عارفها هي استفادت ايه؟ دلوقتي اسئله بجد بتتسال بص بقى اللي بعدها دي يا جماعه بتاعت فاكرين في القلالين القلالين دول كان اسم التاسع تو ماركر تاسع او تاكتايل لوكاليزيشن صعبة هسأل السؤال في القصفي سريعا اسم الريسبتور ايه؟ ده فاين ولا كرود تاش؟ فاين يبقى اسم الريسبتور في حاجة اسمها بيرجن ومايسترو فاكرين؟ بيرجن ديسك ومايسترو أسئلة دي أسئلة عادية دكتورة فاتن لازم برضه نذكرها بالخير دكتورة فاتن بتسأل سؤال في العملية أنا ما قلتش قصة سؤال يا جماعة جميل
هو القلب اللي انت هتستخدمه يبقى سنه تخين ولا سنه رفيع؟ تخين ولا رفيع؟ طب تخين ايه؟ صح، كويس انتم عارفين السؤال. يبقى سنه تخين، سنه مبقاش رفيع، يبقى سنه تخين شويه. ده السؤال الوحيد اللي الدكتوره فاتت هتذكرها النهارده بالرغم انها بيستريس. يعني السؤال الوحيد ده السؤال اللي اتسالت. بصوا بقى، يجي الكابتن يقول لها حاجات عاديه، ده مفتاح في ايد واحد، ستيريو جنوزس. كلنا عارفين ستيريو جنوزس من اهم الاسئله اللي بتتسال فيه، غير الاخر وغير التراك. طبعا التراك جنوزن كور، السؤال السنتر بتاعه مين؟ يعني السنتر مين المكان اللي في البرين اللي قال لك ان ده مفتاح؟ سوماتيك اسوشيشن كورتس. كان ايه كام وكام؟ صح، 5 و7. هتدخل الدكتور عفاف هتسالك سؤال تاني خالص، مش هتقول لك سوماتيك اسوشيشن كورتس خالص، هتقول لك سؤال كده. تعرف حاجه اسمها تيرشياري كورتكس؟ يعني ايه تيرشياري؟ تاني، يعني ايه تاني؟ كلنا عارفين ان في سوماتيك اريا 1 وسوماتيك اريا 2، ده بنسميها سوماتيك اريا 3. فاكتبوا جنب السوماتيك اسوشيشن اسمه الاخر تيرشياري كورتكس اساس. يا جماعه ده ابدا الاستعراض عندنا عمل مش قصر. في حالة قصر ما حدش بيخرج زعلان غير في جملة كنا فيها خلاف بس، لكن العملي انت حظك. فهي تمشي الكورس. هسأل سؤال بقى، ستيريو جنوزس بيعتمد على أي سنسيشن؟ يا ترى تاتش وبريشر وبس، ولا بيعتمد على سنسيشنز أخرى؟ بيعتمد على ايه بقى؟ تمبريتشر اوف ذا اوبشنز. يا ترى المفتاح اللي بحطه في ايدي حاجه المعدن ده يا ترى حرارته ايه؟ ساعة دافي، ايه هو؟ تمبريتشر ده مهم. دي من ضمن الاسئله. اخر سؤال هساله في السيريو بوزس، مين اللوب اللي بيحس بالسيريو بوزس؟ انهي لوب في البريد؟ فرونتال ولا بارايتال ولا تامبرال ولا اوكسيدال؟ فرايا برو، فرايا دل يو. يا جماعه دي نقط مهمه. نيجي بقى بعد كده، طبعا دي معروف، ده تيورينج فورك. ما تستغربش دكتوره فاتت ما عندهاش غير صوره من صورتين في تيورينج فورك، يا تجيبها لك على الديستال انترفالنجيال يا اما تجيبها تحت التارسو فالانجيا جول. كده كده بتسال على ايه؟ فايبريشن. السؤال اللي بيتسال في القصبي السؤال الكلاسيكي، مين الريسبتور اوف ذيس تيورينج فورك؟ لو هي حطت 128 هرتز هتفكر في مين؟ هتفكر في الباسينيا، لان الباسينيا بتشتغل من 80 الى 500، خلينا نرقمها. والمايسترو من 0 الى 80. انا مش عايزكم تكتبوا ورايا كل حاجه، الفكره يبقى الاسم الريسبتور ديبند اون فريكونسي. اظن الكلام ده سهل، مفيش اي حاجه. هسال سؤال واللي يعترف في المدرج هبقى مبسوط منه جدا. مبسوط منه بس، لان انا كمان بقول حد يحقق فلوس بمنتهى الثقه والغرور اللي محدش هيعرف. لا، واحد كان مظهر قدام وحش. امتى الفايبريشن سنس يفقد غير دورسال كولر ليشن؟ عايز سبب تاني. لا، عايز حاجه. لو قلت في السنه، لو قلت اللي يحصل؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي. فيتامين بي 12. يا جماعه ده سؤال
العمل ايه؟ السؤال ده فين في العمل؟ يا جماعه التفاعل الاسري عبيط. ده فين في العمل؟ انت هتكون فايتر ميت ويف بفرض ان انت عرفتها. السؤال اللي وراه مين فايتر ميت ويف بيأثر في الفايبريشن؟ هقول لكم بمنتهى البساطه. فايبريشن سنس ده نيرف او الاحساس ده. عايز مايلينيشن كتير ولا لا؟ لانه فايت سنسيشن. فاكرين في سنه اولى بيت ويند كان بيعمل ايه؟ بيكون المايلين شيس. لو معرفش كده ولا لا؟ كلكم عارفين البيت ويند لو قل بيعمل مجال بلاستيك امين. ومكتوب كده على كام انتي نيورولوجيكال مانيفستيشن. هذا الكلام يعني البيت ويند مهم للمايلينيشن اوف نيورونز. يا جماعه دي مهمه جدا وفي الفيلم. دي حاجه مهمه في العملي. معلش عايز اقول لك لما تخبط التيورينج فوق تخبطها على الوش تخبطها ازاي؟ تخبطها يا اما على كوعك يا اما على ايديك. اوعى تخبطها على الوش. عارفين السبب ايه؟ هو ايه السبب؟ مش عيني اساسا عشان ما تسعفش الباشا اللي هناك. الفكره مش عيني ما تسعفوش. فاوعى تخبط البيتش. بصوا بقى اللي بعدها. نيجي بقى اللي بعدها اهي. ده اسمه ايه؟ هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو بصوا بالصوره دي هو بيحرك من تحت ومثبت من فوق. لما انت بتثبت اقرب جوينت بتثبت اقرب جوينت وده اسمه ايه؟ يا جماعه سمعتوا عن التون؟ يا جماعه ده مصر التون. مصر التون ايه فكرتها؟ عايز تكتبها فكره المصر التون. فيكس ذا نيرست جوينت. قالوا لكم في السكشن لو عايز اشوف التون عند الرست كنت بثبت ايه؟ يا جماعه الايه؟ عايز اشوف التون عند القلب كنت بثبت الشرب. لما في ثبت اقرب جوينت ممكن يبقى ماسل تون. لو انت متلخبط بيني وبين السنس اوف بوزيشن الاسئله كمان هتعبر اجابه. عايز اركز على التون دلوقتي. ركزوا بس معايا. ماسل تون ايه النقط اللي نركز عليها في قصتي؟ هل التون ده اكتف ولا باسف؟ البيش اكتف؟ لا يبقى واحد بس. رقم اتنين في التون مهم؟ بيسالوا فيها في القصدي بقى. امتى التون بيبقى اكساجيريتد؟ هايبر تون. ده سؤال كل سنه. امتى؟ هديكم اختيارات ونفكر مع بعض. هل التون بيبقى هايبر تون في اللور مود نيورون ريجن؟ لا. بصوا بقى اكيوت ابر مود نيورون ريجن. يعني ايه اكيوت؟ فاينل شوك في الوقت الحاسم يبقى هايبو تونيا. ولا كرونيك ابر مود يبقى كرونيك ابر مود. كل سنه دكتوره غالي بتجيب سؤال قصدي مقارن التون لو بقى هاي ومبالغ فيه بيظهر امتى؟ كرونيك ابر موتور يور ريش. في اي مشكله؟ دايما اسئله الموتور اكتبوا معايا الموتور قصدي عشان الناس ما تتوهش. موتور قصدي عشان نجيب من الاخر هنتسال في ايه؟ هنتسال في سؤالين مهمين. امتى التون يزيد او يقل؟ طبعا ده سؤال. والسؤال التاني في الريفلاكسز يمكن بايسبس ريفلاكس وترايسبس هتتسال في السنتر اوف ذا ريفلكس. وهنقولها مع بعض. يعني ايه سنتر اوف ذا ريفلكس؟ عشان البايسبس تعمل كونتراكشن كنا بنعمل البايسبس جيرك ازاي؟ بنريح ايد العيال الشمال. فاكرين عيال الدكتور الشمال؟ وكان الدكتور بيضرب بايده اليمين. فاكرين على صباعه؟ فاكرينها ولا لا؟ النقطة اللي تهمني السنتر هعملها
center of البايسس كان سي كام؟ 5 و6 يا جماعة بيتساوي في الأصلي center of بايسس. طب الترايسبس كام؟ سي 7 و8 تمام؟ طيب الني ريفلكس الني لو ضربنا على التلات ولادة بتاعتنا يبقى كام؟ ان كام؟ 3 و4 الا 3 و4 طبعا الامر. طيب الانكل كانت كام؟ S1 و2 هقول لهم تاني بايسس سي 5 و6 ترايسس 7 و8 اللمين الا 3 و4 والانكل S1 و2 دول اهم الاماكن اللي انت لازم تكون عارف. الجزء بتاع التون والريفلكسز دكتوره فادي قدامنا حل من حلين، يا تجيبوا فيديو في فيديو عادي يا اما تجيبوا صوره. لو جابتوا فيديو هتجيبوا ازاي؟ واحد بيضرب الهار على التلف، ممكن في اخر الفيديو يحصل ايه؟ كده عارفين اللي هو الاكسجريتد ريفلكسز. طبعا ده لو بتعمل على الترايسس الكلام ده ممكن تجيبه يا فيديو يا اما صوره. طب ايه اللي تاني اللي ممكن تجيبه فيديو؟ الجيز عارفين الفش الابنورمال جيز ممكن يجي فيديو. يعني ايه فيديو؟ كلنا عارفين الابنورمال جيز عندنا كان ماشيه غريبه. نبتدي الاول لو جابتنا الفيديو واحد ظهره محمي وبيعمل بيكحك في رجله في الارض شافلينج جيت فاكرينها؟ بتعاني مرض باركنسونس يبقى ممكن تجيب فيديو اوف شافلينج جيت. ممكن تجيب فيديو تاني لواحد ماشي سكران في ترانك جيت بيماشي بيتطور مفيش اي توازن ده بتاع عيب سيرفنا صح. ممكن تجيب فيديو تاني حاجه اسمها سيركم دكشن جيت فاكرين سيركم دكشن اللي هي القطر مور يورن ليش جماعه انتوا بتبصوا لي الصغار دي كل اللي بقول على حاجه الناس بصالي بمنتهى الدهشه حتى لو مش فاكرين انا عارف ان الموضوع اتنسى من زمان. انا ما بتحبش حد على الاقل كل ما وش يقف في الشغل ابتسمني ما انا كده كده انا حكمت على الاقل احس بالهبل. يا جماعه سيرفا مدكشر جيت شافلينج جيت في حاجه ثانيه بقى. بصوا على الفيديو ده ممكن تجيب لك واحد بيرفع رجله جامد من الارض ويدبلها ستامبنج جيت. ستامبنج كان بتاع تيبس فرساس جماعة الجيتس ممكن تيجي فيديو دي مفيهاش كده. نيجي بقى للحتة الرخمة في العملي بتاع الموضوع. أنا هنا ما بتكلمش على أسر عمل. السؤال حصل من 6 سنين إجابته محدش في اسم الفسيولوجي كله عارف ولا أنا عارف بس أنا حط السؤال حاولوا تجيبوه من على النت إحنا كلنا فشلنا حاول تجيبه. بصوا يا جماعه السؤال خزعبلي جديد. بصوا بقى الدكتوره شاديه سالت سؤال في المصري تون سالت ايه بقى؟ قالت لو واحد دخل في كوما في غيبوبه فقد وعي عايزك تعرف بيكتب بايده اليمين ولا بايده الشمال؟ يا جماعه السؤال ده سأل. المهم الاجابه محدش عارف ازاي اعرف وهو في كوما ان هو بيكتب اليمين او الشمال. اختلفت الاراء. في ناس قالت يا جماعه بجد بجد في ناس قالت هنبص على السيمر ماسلز. عارفين السيمر ماسلز؟ حلو. هنبص عليه البارك بتاعها وهنشوف اليمين اقرب هو ولا الشمال. طبعا ده انسبكشن عارفين بالرؤيه ولو ان دي مش قويه قوي
الغريبة ان اللي سأل السؤال مع دكتور شامية كان واحد مدبر. عارفين الناس اللي هم قاعدين سنة تانية، في ناس بتبقى قاعدين السنة كذا مرة، تلات أربع سنين طبعا حظهم قليل. دخل وجد سأل السؤال، جاوبنا إجابة روعة، مش إجابة عادية، إجابة جميلة. قال لها حضرتك وليه لازم نعرف النص الكل؟ ما نستنى لغاية ما يصحى. ونشوف نكتب مين ولا نكتب الشمال. بس أسئلة غريبة يا جماعة، السؤال ده بجد دوروا عليه بجد. وهي هي أسئلة طبعا ممكن الناس القاعدة تبقى مستغربة، إيه الأسئلة الاستعراضية دي؟ يعني إيه الأسئلة العجيبة دي؟ الأسئلة دي سمعتها من فراغ من خمسة كل الناس سمعتها، وبيكتبوها على كل الدفعة على الفيس بعد ما يشتم يهرب الأسئلة. الأسئلة دي مشهورة. في سؤال تاني برضه محدش الاسم عارف ده مين، كلهم سمعتوا عن الجبل سبايسس ترايسس قال ايه؟ مين؟ بعد ما قال أسامي الريفلكس والمرة العمالة كلها قالت له قول لي مين أبو أحمد الريفلكس؟ يا جماعة الأسئلة دي والله بنسألها. الست دي خدي أبو حضرة بتسأل كمان سؤال لأول مرة هتعرفوه. بصوا يا جماعة ركزوا معايا، مش بهزر الكلام بجد. أنت المفروض وأنت بتخبط على البايسس أنت بتخلي العيال تشتت انتباهه بإيه؟ يجز على السنان. مين اللي اكتشف موضوع الجز على السنان؟ شندراسك، شندراسك مانوفر، فاكرين؟ شندراسك. فتسأل سؤال في العملي غريب قوي، وانت بتخبط على صباع تطلب العيال يستمر انه يجز على سنانه ولا يفك الجزة؟ يفكها، لان انت عملت ديستراكشن للبريك. يا جماعه اكتبوا الكلام ده. يبقى انتوا لازم تقولوا اسباب الريفلكس وحدث الهارت اوسبيشن تو ستوب كلينشي بجد هي اللي بتهقلك وانت بتشتغل. حضرتك يوقف جس على سنانك. لو انت قلت الاجابه دي ما تقلقش، السؤال اللي جاي وراه السؤال روعة بقى. ممكن تقول لي شندراسك مانوفر بيتشال على أنهي تريكت؟ ها؟ عشان ما تستغربوش، شندراسك أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بجس، بعمل بجس بشغل الشو ماسلز، كونتراكشن أوف ذا جو ماسل. مين اللي مسؤول عن الكونتراكشن أوف ذا جو؟ أنهي نيرف؟ تراي جينال نيرف. يبقى المفروض يبقى التراك بتاعك يبقى ايه؟ ليه علاقه بمين؟ يا جماعه بتراجينال نيرف، بتراجينال نيرف مش ده اسم، تراجينال ده واحد من بلبر نيوكلياي وجرينيال نيوكلياي. ايه عايزه منك ايه؟ تقول لها تراجينال نيرف هو اللي عمل الكونتراكشن. يبقى انا بتكلم على بلبر نيوكلياي. يا جماعه بجد مش عايزكم تزعلوا مني، دي اسئله اتسالت زمان وسألت كتير قوي في الدور. كل دي اسئله بتتسال، لازم تكون محضر في امتحان العمل. مش العمل ورا اسكي على طول، جدول مقارنه بين سباستيستي اند فيجيتي. ده انا مش هقوله، كلهم عارفين وسمعتوه في السكشن. سؤال عايز ايه الجديد في الجدول؟ سؤال الجديد في الجدول هو اللي عنده أفر موتور نيورون ليش بيبان عليه كلاس نايف أو لا؟ الكلاس نايف إيه فكرتها؟ بيبقى فيه كونتراكشن مقاومة في الأول، وبعد كده بيبقى فيه ريلاكسيشن زي البطل. كلكم سمعتوها بقالكم كذا شهر. بتسألك إيه الخلاف في الفيلوسيتي؟ تبقى السؤال وات إز ذا ديفرنس بتوين سباستيسيتي اند ريجيديتي بالنسبة للفيلوسيتي؟ يعني ايه فيلوسيتي؟ انا لو عندي باركنسونس
الطول في كل المسلس بتاعتي زي بعض ولا لا؟ قدام يبقى زي ورا. عارفين اللات طيب؟ سمعتوا عنها. لو انت حاولت تبني دراعك تفرقها فرقها كده كده مش فارقه ومش هتحصل على نتيجه. تلات دراعي فرقته بسرعه نفس رد الفعل ولا لا؟ مفيش حاجه غيره. فيعني ايه الفكره؟ لازم كلها ان ريجيتي. It is not velocity dependent. Not velocity. Because all muscles are hypertonic. كل المسلس هي hypertonic. كلنا زي بعض. طب الأبر موتور ايه المشكلة؟ التوت زايد في الأنتي جرافيتي مسلس عن غيرها من العضلات. ففي الأول في مقاومة وبعد كده المسلس بتعمل ريلاكسيشن. في أي صورة؟ السؤال ده على فكرة أنا عارف من الشباب. الناس دول ما يبقوش شباب الاس. لأنهم يا جماعة الاس عندنا عبارة عن مؤامرات. عارفين الدوريات. ممنوع حلو ممنوع عنه. وقع الكتاب مش عاجبني قص. سيب الكتاب يقع عشان أسأله في الكورة. يا جماعة هو ده الفكر. هو ده وطبعا النجاحة. إن أنا أقول الكلام ده والناس تتفاجئ. المهم بقى ركزوا معايا دي النقط المهمة اللي بنسأل فيها. بالنسبة لنقطة تانية مهمة بنسأل فيها برضه دكتورة شادة، أنت بتنزل الهارد على فكرة احنا قربنا نخلص الموضوع بس كنا أفكار أهم. بالنسبة للهارد أنت بتنزل الهارد فين؟ على صباعك في البايسبس ريفلكس أه ولا لا؟ سؤال بقى هتسألك سؤال ايه شروط الخطة الصح؟ بعد كده السؤال ده والله ما بهزر. شروط الخطة انت هتخطط تنزل الهار على صباعك ايه الشروط؟ بص خمسة اس سمعت عنها؟ اول حاجة لازم تبقى الخطة صارم مفاجئ. ثاني حاجة سنجل يعني خطة صارم سنجل سترايك يعني خطة. رقم أربعة لازم الإيدين تبقى سيمي فلاكسد. في سيمي فلاكسد لازم تبقى سيمي فلاكسد. دول الإس الرابع. الإس الخامسة لازم تبقى سترونج. أقول إيه؟ والله يا جماعة دي أسئلة بتسألها. صارم هتلاقي اسمك عشان خاطر قولوا معاك صارم ها سيمي سترايك سيمي فلاكسد اند سترايك. لازم صباعك يوجعك. سأل السؤال في العملي جميل قوي. وانت بتعمل البايسبس ريفلكس كان ايه زميلك او الريست بتاعك؟ كان رونيتد ولا سوبايليتد؟ ها طب ليه كده؟ لأن البايسبس بيعمل إيه؟ بيعمل سوبايليشن. يا جماعة السؤال ده بيتسأل الريست أوبزرفيشن. لازم تبقى برونيتد لأن البايسبس بيعمل إيه؟ بيعمل العكس بيعمل سوبايليشن. يا جماعة الكلام ده مش موجود في الكتاب العملي ولا الاسم أنا عارف ولا حتى في أي ولا درس. السبب محدش بيحب يقوله علشان خاطر هما بيتابعوا على فكره هما بيشتروا ورق الدرس مش بيتابعوا على الدرس. عشان كده اللي بيدي درس ويبقى ذكي طبعا كل زمان اذكياء يعملوا ايه بقى؟ ما يحطش الاسئله المهمه جوه الوقت لا يحطها وهو بيقولها علشان ما تتسرقش عليه عشان يفضلوا كل سنه حاسين ان احنا في حاله عكس قدام عظمه الاستاذ بس رأي الدكتورة كده رأي الدكتورة بقى إيه رأي النيل
من الجيرك او دي جيرك عاملينه بالايبكس. يا جماعه كلنا زمان كنت بقول زيكم، عرفت من زمايلكم اللي امتحنوا معايا، هو اللي بيخرج بيخرج بيقول اسئله، مش المهم ان انت توصلي نفسيا عملت ايه؟ لا، سال عن الدين وقال لك ايه؟ بعد ما تعرف اسئله سيبه ودور على غيره. بس بصوا بقى، طبعا كل دي حاجات عن دي بقى، دي سوري دي فابيليسكي صالح، دي انا بعد فابيليسكي دكتوره فاهم بتجيب الصوره دي كتير. سكراش من اللبن الصايب، عارفين السول اوف ذا فود؟ طبعا انتم عارفين الصوره دي. النورمال لازم يحصل ايه؟ وي ادابشن اوف الاذر كوز. طب لو حصل العكس يبقى في اوفر مور نيورون ليش. كل دي حاجات عاديه وقلناها ما بقاش حاجه. نيجي بقى دي ده يا جماعه، واحد بيحاول نشمله حاجه سمال سنسيشن او اولفاكتوري سنسيشن. طيب ودي صوره مين؟ فينجر تو فينجر. دي بتاعت انهي تيست؟ السيربال. السيربال تيست. هو السيربال تيست بالمناسبه كان كام حاجه؟ فينجر تو ايه؟ طب سؤال وبسرعه، فينجر تو نوز. لو جابت لك فيديو والفينجر لو قفش عند النوز عمل كده. دي سيمتريا صح؟ يبقى العين فين؟ هل في النيو سيربلم ولا سباينو سيربلم؟ في النيو سيربلم. يا جماعه النيو، في النيو سيربلم سيندروم. يا جماعه دي سيمتريا. يبقى لازم تميزوا اي سيربلم ديسك، هتكتبوا كده تست which part is affected. اي جزء بيبوس. بصوا بقى في سؤال غريب، هو ما بيعديش خمس دقايق ما بيعديش دقيقتين من غير الاسئله الغريبه. بص انا عملت ايه في صباحي لو انا عيان؟ عملت ايه؟ الفينجر بتاعي رايح جاي على النوز، فرضنا فرضنا ينفع كده ولا كده؟ مش كده ديسمتريا؟ اكتبوا ده السؤال الدكتورة شادية. لما تيجي تحرك صباعك قدام وورا تحركه كده ولا تحركه فيرتيكال؟ يا جماعة تحركه ازاي؟ هتحركه كده قدام وورا تو اند فرو، مش قادر تقف، ما تحركوش بالمنظر ده. ده مرة سألت السؤال الغريب. المهم بصرف النظر بصوا ده، ده مين؟ بيجيب الهيل كعب رجله ويمرره على التيبيا بتاعة الرجل التانية، شين اوف ذا تيبيا. بمرر كعب رجلي اليمين على التيبيا الشمال، مش ده سنس اوف بالانس بنسميه كانه اكوليبريم. مين المسؤول عن الاكوليبريم في السيربالو؟ في السيبيلو سيربالو. فاكرين الكلام؟ في السيبيلو سيربالو كنا بنعمل له تيست بطريقتين، يا اما اقول للعيال امشي فاكرين على خط مستقيم، يا اما اجيب كعب رجلك وامرره على التيبيا التانيه. كلها اسئله عاديه في السيربالو. ودي دي هنا بقى، هل ده نورمال ولا ديزيز؟ ما عرفش يجيب رجله على التيبيا، طلع يتبرر رجلي دي. معنى كده ان عنده loss of equilibrium، يبقى دامج بالفيستيبيلو سيربال، بايظ الفيستيبيلو سيربال. نيجي بقى للحاجات دي، واحد مغمض عينيه ومقرب له حاجه يشمها برضه والفتش. النقطه اللي محيره الناس السؤال اللي جه في الاسسمنت، هل السمال بيعدي على الصلص ولا لا؟ بيعدي ولا بيعديش؟ لا لا مفيش ريليه. يا جماعه مفيش ريليه في الصلاه. دي بقى هقول له يغمض عينيه
بيتحرك ازاي؟ فاكرين الاكشن اوف اكسترا اوكيولار ماسلز؟ معروفه ازاي تحرك العين؟ ميديان، مين العضله دي؟ ميديان ركز. طب لاترال، طب داونورد وايمورد، في سوبيريور وبليك. الحاجات بتاعت الاكسترا اوكيولار ماسل اكشن تبقى نقص حركه الاكسترا اوكيولار ماسلز بتتسكت. كل الكلام ده عادي. نيجي بقى لسؤال عملي في الحته دي. بص اسم التست ده ايه؟ التست ده اسمه اتش تست، حرف اتش. ليه اتش؟ لان القلم بيتحرك ازاي؟ كده فوق وتحت وبالعرض فوق وتحت، كانك بتكتبي حرف اتش. يا جماعه اسمه اتش تست. التست ده اسمه اتش تست. نقول بقى الاسئله اللي الدفعه كلها عارفاها. لو الاوكيو موتور نيرف حصل له باراليسس، اتشال الاوكيو موتور، هل في ميديال كونفرجنس؟ لا. طب يبقى عنده مرض اسمه سكويند. سمعت عن سكويند؟ حول. حول يعني تلاقي عين بره لبره وعين تانيه داخله لجوه. هسال سؤال، السؤال ده مهم، حد من اللي قاعدين عارف اسم تاني خير كلمة سكويند؟ سكويند ليه اسم تاني؟ سترابيسموس، صح؟ سترابيسموس، سترابيسموس تساوي كلمة سكويند. كل دي حاجات عادية. نيجي لده، هنلمس الكورنيا بقطة صغيرة، اسم التست ده ايه؟ كورنيال ريفلكس. فاكرين؟ كورنيال ريفلكس عادي. كورنيال ريفلكس بيتسأل كتير، افرنت و اي فرنت. لما المس الكورنيا والسؤال بيتسأل هي الكورنيا فين في عينينا؟ هل البياض ولا سواد العين ولا بين الاثنين؟ بين البياض والسواد، حتى الفاصل مش فاين بايرن او اسمها سكرير، والسواد دي حاجه تانيه، فين اللي ايه؟ المهم لما اجي المس المس الكورنيا عينيا هتقفل ولا تفتح؟ مين المصري اللي هتقفل العين؟ اوربيكيولاريس اوكيولاي. في سنه من السنين طالب غلط في اسم المصري، بدل ما يقول اوكيولاي قال اوريس. طبعا الكورس دي المصري المسؤوله عن الجسم. طبعا قالها قدام دكتور، دكتور مسك يعني قال له حاجات مش طبعا مش هقولها شويه. بصوا بقى قالوا كمل ده ايه بقى؟ ده قرر ولا نوع نور نيور ليجن اوبزرفيشن ايه؟ نوع برافو. لو كان قبر موتور نيورون ليجن كان القبر بارت اوف ذا فيس والعينين الاثنين ايه؟ كانوا مقفولين. دكتوره فاتن كل سنه بتجيب رسمه للفيشيال بولسي، واحد اسمر شكله معفن وعنده قبر موتور نيورون ليجن، اكتبوها يمكن تفتكوا. واحد اسمر تعلمت شكيل صوتيني دايما في الصوره بتاعته كده أبر موت، عينين اتنين مقفولين. بصوا بقى وبقوا عامل كده، أنا واقف كده مقفول فين؟ شمال. لو بقي مقفول شمال يبقى التاني يمين اللي باص. تمام، كلكم عارفين الكلام ده. يا جماعة بتجيب رسمة دايما، يا إما أبر يا إما لور. طب لو عايز أجيب لور لوش كامل هيبقى إيه؟ النص ده العين دي مش مقفولة والبق كمان فيه مشكلة، صح؟ لور موتور نيورون ليجن بيأثر النص بتاع الفيس، جاستين سايد اتسي لا كل مرة نفس الفكرة. أهو تاني من فوق ده، ده يا جماعة لور موتور نيورون ليجن. بصوا بقى نيجي لدي، ده نيجي للسبيشال سنس، ده تورش اوف لايت، ده اسمه ايه؟ لايت ريفلكس.
السؤال المهم السنتر بتاعه مين؟ هنا بقى اكتبوا معايا عشان خاطر النقطة دي جدلية. دكتور شكري رأي إن السنتر أوف لايت ريفلكس هو الإنتر فاسبال نيوكليس. دكتور شكري رأيه إيه؟ السنتر هو إي دبليو إن مش البري ديكتال نيوكليس. أنا عارف إن أنتم مستغربين يا دكتور البري ديكتال هو اللي بيشغل الـ EWN أو لا؟ بيشغله وموس فايتس يعني لو باظ الـ بريدكتر المفروض إن الـ EWN ما يشتغلش بس هو راعيه كده السنتر ده EWN عملته معايا وليه رأي تاني في التجربة دي في العمل ركزوا معايا الحوار ده خالص قدامنا تمساح ليه رأي تاني في التجربة دي قالوا لكم في السكش ان التورش اوف لايت دي منين؟ بكم؟ حلو وقالوا لكم لازم زميلكم يحط ايده يحط ايده في النص عشان دي تبقى ستيميوليتد والثانيه لا مع الدكتور شكري ما تعملش ده بيعتبر ايه؟ النوز از اناتوميكال سكتر وكلامه علميا صح يبني النوز تسكر حتى لو العيان محطش ايده عمر ما الطوق هيعدي من النوز البوندي للناحيه التانيه مش هينفع انتوا معايا ولا لا؟ انت اللي بتحطها سياحه في الحبس بس مع دكتور شكري بيعتبرك مش فارق حاجه اي استاذ تاني هتخش له كلامي واضح اي واحد تاني غير دكتور شكري حط ايدك في النص وانا عملتها لما كنت طالب في سنوك عرفت المعلومه دي دخلت الدكتور شكري شخصيا قال لي اعمل اللايت ريفلكس قلت له يعني اعمله جبت الطش وانت لازم تتفاعل على الطريقه وجبته من على الجنب قال لي ها هتحط ايد سنين في النص كحيطه قلت له حضرتك الكلام ده اللي بيعمله بيهين العلم قال لي انت اول واحد بتقول لي الاجابه دي قلت له انا كنت بقى قدام حضرتك في الصفحه الاولانيه قال لي بس انا ما شفتكش قلت له حضرتك كل الناس عارفاك لكن انا مين يعرفك؟ لازم بعد الاجابه لازم عارفين الكلمه دي عملت معايا ايه؟ ما كملش امتحان وقال لي روح قلت له يا عمشي قال لي لازم تتعود تتسكت خد الغلطه خدها وامشي خدها وامشي من الاخر لا هتقول له ايه يا حسين ما تقولش عارف الحته دي هو بيحبها قوي بص بقى نيجي دي شايفين الرسمه دي الرسمه دي جايه جايه زي ما انا متاكد ان انا شايفها رسمة الفيجوال باس واي هتيجي الرسمة العادية دي اوبتيك ليرز اوبتيك ياسا اوبتيك تراك كل سنة دكتورة فاتن بتركز على ايه في الباص دي تحط لها علامة على الاوبتيك ياسا زي علامة اكس بس وتقول لك حصل ريجن ان زيس تريجر لما يبوظ الاوبتيك ياسا بيبوظ انهي فايبرز مين اللي بيطلع؟ الناس اللي بتشوف اي فيل يبقى باي تبقى ليني قالوا طب لو بوظت الاوبتيك تراك فاكرين الهوبرز ليني قالوا يا جماعه الصوره دي جايه جايه اصل هي دي الصور معروفه لان الدكتوره فاتت ملتزمه بالصور لانك سلايدز ودي ما ينفعش تتغير فيها فالكلام ده يا جماعه جاي ده بقى ده مين؟ البريمين اللي بيشوف قال كتير الفيجوال ده البريميتر العادي السؤال ده في تجربه تقدر تعملها غير البريميتر عشان تشوف فيه صح اقعد انا والعيان على بعض ماشي فاكرين الكلام ده؟ وان انا اغمض عيني وهو يغمض
لا، يقول لك مين هو البيت سايد تيست اوفيشوال فيلد. عارف يعني بيت سايد؟ وانت قاعد جنب سرير العيال تمام، بيت سايد ازاي تشوف يا ابني الفيشوال فيلد بتاعه؟ تقول له ايه؟ كونفرونتيشن تيست. الراجل ده عنده سؤال عجيب محدش في الاسم عارف، هتدوروا برضه عليه مش هفتي بالاجابه. هل الانسان الاعمى عنده اكوموديشن ولا لا؟ كل سنه يسال السؤال الخليجي. طبعا هو السؤال مستفز شويه. اكتبوا السؤال بتاعه، هل الانسان الاعمى عنده اكوموديشن ولا لا؟ وعلى فكره دكتور دليل بيعمل اختبارات جرمانيه تيست. عمل قبل كده جرمانيه تيست قصه حادثه مشهوره من سنين مش بين العصر. حصل حاجه قلت له انا ما كنتش اي اصحاب في اي سنه تانيه في الحياه. الحاجات دي كانت معروفه. المهم مش ده موضوعنا. بصوا بقى دي ايوه الاثنين دول بيجي ايه الفرق ما بينهم؟ واحد السي ده اسمه ايه؟ ده لاندورد وده سنانت. فاكرين لاندورد قال سنانت شارت هيجيب لك صوره بصوره سهله. حرف السي بتاع الدكتور الرابط لما بتقعد على بعد 6 متر وتقول الدايره دي مفتوحه يمين او شمال. لو جات لك الصوره دي هتسال عن ايه؟ مين اللي مسؤول عن فيجوال اكيوتي؟ راس ولا كوز؟ الكوز. انتم عارفين من النظر عشان ادرس فتح السي لازم يكون تو ستيميوليتد كوز سيباريتد باي ايه؟ وان ان ستيميوليتد كوز وتساعد فاكتورز افكتنج فيجوال اكيوتي. فاكرينها؟ اللي هي درجه الاضاءه والديزيزز كذا حاجه مع بعض. دي يا جماعه بتتسال الكلام ده بيتسال. في نقطة بقى دكتور شكري سأل سؤال في العمل، سؤال رخم في التجربة دي. الفيجوال اكيوتي في العجوز الاولد ايج يفرق عن اليونج ايج؟ يعني انا لو جبت راجل 60 سنة وقعدوا على بعد 6 متر بتاعت عيالي قلت له راجل، هل يفرق عن اليونج ايج؟ ولا ما تفرقش؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ يا جماعه الاجابه ما تفرقش. لان الاولد ايج مشكلته الاساسيه في النير فيجن. اه ولا لا؟ مشكلته في النير المسافه القريبه. لكن الفيجوال اكيوتي انا بختبر نير ولا فار؟ يا جماعه 6 متر نير ولا فار؟ ففي الفار فيجن يا جماعه بوست young and old age are the same. الراجل 60 سنة والطبطشات 18 سنة زي بعض. الاتنين زي بعض. مشكلة الاولد ايج ايه؟ في النير فولت. دي مهمة بيسأل. نيجي للي بعدها. ده الاوبسالمو سكوب. طبعا كلكم عارفين. اوبسالمو سكوب مهم قوي. بيشوف الفاردس اكزامينيشن. لازم في كتاب العمل هقول على النقط اللي تيجي في القصر تعرف الفرق بين الريتينال ارتري وريتينال فين. ايه الفرق بين الاثنين في كتاب العمل؟ مين اغلى؟ مين بتبقى سوبرفيشال اكتر؟ مين بالسيتنج؟ فين تيجي العمل؟ ريتينال ارتري اند فين؟ هتكتبها في اختيارات الام سي كيو اوف اوست. حاجة تانية الماكينة موجودة فين؟ على الليزر سايت ولا تيربر سايت اوبسالتك ديسك؟ يا جماعة دي مهمة. مكان الماكينة اكتبوا يا جماعة النقط دي سايت اوف ماكينة. هتسألها في وسط. هتسأل عدد الأرضي وريتنال فين؟ هتسأل عن الكابينج اوبسالتك ديسك. فاكرين الكابينج؟ ان الاوبتيك ده يبقى مليان ميه زياده. كل ده هتسأله. نيجي للصوره دي، ده صوره مين؟
كولر فيجن. كولر فيجن اشهارة تسلا. اتفقنا في القصر هتتسال في الاس الصورة اشهارة كولر تسلا. كلام سهل قوي مش اي صوت. وطبعا الكولر فيجن سؤال مين الالوان الاساسية؟ ريد واللو والجرين دول الاساسية المهمين جدا لازم تكون عارفهم. طب سؤال ده تسلا ده بتاع مين؟ حاطين تيورينج فورك على الماستورج ده كان اسمه رينيه ولا فيبر؟ يا جماعه رينيه تسلا. كنا بنحط الشوكه على الماستورج وبعد كده بننقلها قصاد الويب. تلفوا ناس ابصار الايه كوندكشن اقوى ولا البول كوندكشن؟ اقوى كام مره؟ 22 مره. يجي في الامتحان العملي يقول لك ازاي؟ ازاي 22 مره؟ عارفين السيرف سيريا بتاعت التمبلت من فين والاوفر منه 17 مره تايمز 1.3 بيجا اكشن. النقطة المهمة جدا والأسئلة السؤال اللي بيتسأل في التجربة دي خلي بالك ممكن تقول لي الأوديتوري أسوشيشن كوردس هو إيه؟ بتسأل السؤال ده عملي فأنا ما قلتش قصدي السؤال قصدي عبيط الإير أحسن من البول ده في النورمال. سؤال عملي أوديتوري أسوشيشن ايه اللي جاب السيره؟ مش دي تجربه هيرنج ولا لا؟ فانا عايز اشوف الطالب عارف مين المكان اللي في الكوردكس عندك اللي اسمه اوديتوري اسوشيش. حتى عارف ان عديد اريا كام؟ صح اريا 22. برافو عليك. دي اسمها سلم دي اوديتوري اريا 22. بصوا بقى عشان تشوفوا الروعه اللي اسم الفسيولوجي وحظها بتسالك في اوديتوري اسوشيشن كوركس واقيس فجاه تقول لك تعرف حاجه اسمها اوديتوري افيزيا. يعني ايه؟ بيسمع ما بيفهمش. عمل ايه دلوقتي في العمل ده؟ انا عايزكم ترتبوا الافكار. طلب الشرطه بتركز ده انت داخل تتسال هيرنج اه ولا لا؟ مين هيرنج؟ دخلتك على هاير فانكشن وانت قاعد مش حاسس اللي بيحصل. يعني اوديتوري اسوشيشن وراها افيزيا صدمات متتاليه. لازم تبقى انت تحضر الفكره. نيجي بقى اللي بعدها ده اير كوندكشن احسن من فوق. سؤال لو انا عملت لكم دي ايه العيوب؟ محطوطه فين؟ على الفور يطلع في النص. ده ليه ولا فيبر؟ ده الفيبر. فيبر قال لو حاطين الشوكة على الفور على النقطة دي المفروض إن في الوقتين سنه زي بعض. طب لو أنا عندي كونتاكتيف ديفنس أسمع أنضف في أنهي وقت؟ اللي هي ديزيز. برافو عليك. دي نقط مهمة في السن. في حاجة عايز أركز عليها قبل ما أمشي. آخر حاجة بقى في حاجة اسمها شواباخ تسلا. سمعتوا عنه؟ يا جماعة آخر حاجة أقولها معلش أنا أقرب. شواباخ تسلا. شواباخ مش مهم إيه؟ كده إزاي؟ شواباخ الآن كوبير اللي هو معايا آخر كلمة كوبير. صابون كوندكشن. أوف ذا دكتور أند ذا بيشنت. يعني إيه بون كوندكشن أوف ذا دكتور أند ذا بيشنت؟ بفرض ان انا انسان طبيعي حاطين الشوكه عند المسكايت بول بتاعتي احساسها خلص وقف الاحساس بدل ما نقلها عند ودني نقلتها عند المسكايت بول بتاع العيان. لو لسه العيان حاسس بالشوكه سامعها معنى كده ان البول كوندكشن عندي اعلى منه. يبقى انت نورمال؟ لا لا ولا لو انا نورمال هو اعلى مني يبقى عنده كوندكتيف ايه؟ يعني كوندكتيف ديفنس ان البول كوندكشن مغطي على اي ارياز حواليا.
لو انت سالي وانت هتسمع خضوع في الود اللي فيها مشكله، لو انت حطيت على الجول بس وعندك مشكله في الانر اير هتسمع خضوع في الحته دي بس كده. يا رب خلاص.